معكم يونس قمان، انا شركه ديال اس جي اليفاتور اللي كتبريزونتي شركه ديال موبي ليفت ايطاليا. هاي تقريبا 10 سنين معنا، 10 سنين دابا هنا معنا في البرودوي هنا في المغرب، والحمد لله هنا شركه متكونه من جوج ديال الناس شركاء شباب، مخدمين معنا شباب حتى هما معنا وعائلات صغار يعني، والحمد لله المجهود ديالنا كنعطيو كله في هذه الشركه هذه باش خدامين مع الدراري اللي خدام معنا والناس خدام معنا، وعندنا سمعه مزيانه الحمد لله في السوق المغربيه، وكنتعاملوا مع شركات اجنبيه زائد شركات مغربيه اللي كاينين هنا اللي كيديروا حتى الصناعه، وكنشجعوا المنتوج كما نقولوا المنتوج المغربي، وكنجيب واحد الماتير اللي كنجيبوها من الخارج من دول ايطاليا ولا تركيا، وكنكملوا الفابريكاسيون ديالها والصناعه ديالها التجميع ديالها هنايا في المغرب على يد تقنيين يعني اللي كفاءه مزيانه والدراسات عندهم هنا في المغرب في التكوين المهني ديال المغرب. المشاركة الحمد لله مزيانة، وحنا فرحانين بان هذا اول معرض خاص بالمصايد اللي كاين هو في المغرب، اللي غيفتح بزاف حتى على شركات اخرين صغار ولا باش يعرفوا السوق كيفاش دايره، اللي غتكون ان شاء الله مشروع ناجح في المغرب كامل ولا الشباب كامل الصاعد اللي جاي دابا في الميدان ديال لاسونسور. شكرا سي عمر.